الخلود قاعد تجرم فيني. لا أعرف شيء. جايبه شيء مطعم منو؟ فهد بشارة. مطعم فهد البشارة. أمبي هذا تخيلوا يعني أنا أول ما سمعت قلت لا ما حبيت. عبارة عن لبنة وتشيكن وأفوكادو بس الطعم جبار. عجيب صح؟ ينن صدق ينن. هذه سلطة الفيتامينات كل شيء مفيد بهالسلطة يعني أفوكادو إيه إيه والله هذه سلطة الفيتامينات تخيلوا إن خلود فعلا اليوم مضبطتني والله قلت لك والله مضبطتني لذيذ السلطة فيها كل الفيتامينات أفوكادو فراولة خس كل شيء حلو كيوي كل شيء خلود احترت مني اني انا ضعفانه ابي امتنش اليوم ما تطلعي لاني زايده 5 كيلو شفتوا بس على مين تلعبها ما راح تقدرين مجامله ترقبوا اللوك الجديد ودي اصورها بس ما راح اصورها لا ما خلص ما بحرق عليها ايش رايكم بالتريتمنت وايد حبيتها طبعا سويت جلسة بالكافيار ما راح مو راضين يقولوا لي اصلا شنو هي شنو العلاج بس اذا تبون سألوا عن تريتمنت شيماء وايد راح تحبونه كنت ناوي اني اسوي كولاجين بعدين هونت سويت التريتمنت العادي لان شعري الحمد لله مو محتاج وايد بس شوفوا اللمعة تينن وايد حبيتها تذكرت ما مضى لازم ثلج حتى يبرد علي لان احس بطني حار لانه نقص حديد هذا انا كذي كنت اول ايام الحمل الله فكني منك واي يعانى كل اختصار انا يعانى تخيلوا طلعت من الصالون كثر ما كلت بالصالون وهم طلعت من الصالون ويت خذيت الزين وديتها الطبيب عشان تأكد ان شلون صار وضعها خلصنا طلعت رات الحين البيت قاعدة اموت من اليوع من هارة والله يعانى والله الحين يعانى ما ادري شنو اكل وايد عجبني مطعم فهد البشارة عليه بألف عافية صراحة أكله وايد حلو الفطاير ينن فطاير صدق ينن معنا هذول المني كليتهم وهم باردين بعدين يعني السلطة حلوة لذيذة عليه بألف عافية والله صدق المطعم الناس اللي تتعب على شغلها تستاهل والله هذا إعلان مني مجاني إنه صدق حلو أكله وايد حبيتها الحين أنا يعانى ما أدري شنو أكل بروح بيت الوالدة أشوف شنو في أكل وبس والله